عبرة تراكمية بمنظومة متكاملة برهنت المملكة بها للعالم تميزها وريادتها في التعامل مع الحشود، فهي البلد الوحيد في العالم الذي تجتمع فيه سنويا هذه الأعداد الضخمة من الحجاج والزوار والمعتمرين في مدة محددة ومنطقة محددة وحركة سير متزامنة. ليس ذلك فحسب، بل أصبحت مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال العام منطقة كثافة غير اعتيادية. واستطاعت المملكة بفضل الله، ثم بفضل جهود وتخطيط وتجارب واستخدام أحدث التقنيات، من تأسيس رصيد ضخم من الخبرة والمعرفة في هذا المجال. المملكة ومع كل هذه الأعداد عملت على توفير سبل الأمن والأمان والسلامة والرعاية والضيافة الكريمة والاستقرار للحجاج أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، وتوفير محطات أمنية لتفويج الحجاج، وإطلاق الخدمات الإلكترونية الذكية بلغات متعددة مع رفع حالة الطوارئ لجميع مستشفيات المملكة. الأمم المتحدة أكدت بأنه لا توجد دولة في العالم تدير وتنظم الحشود والتجمعات البشرية كما تفعل المملكة سنويا في موسم الحج، فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد قيادات سكوتلاند يارد أن المملكة تستحق الميدالية الذهبية في إدارة تنظيم الحشود وتنظيم حركة قرابة 5 ملايين حاج في وقت واحد ومن مشارب عدة وثقافات مختلفة.